السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مباشرة من سماء شارع الحسن الثاني، وكما كتشوفوا معنا الأشغال هنا في الجنبات ديال شارع الحسن الثاني وكذلك شارع الحسن الثاني. كنشوفوا تحرير الملك العمومي، وكنشوفوا كذلك الأشغال المهمة اللي عندنا هنا في الجنبات. كما كتشوفوا هنا غيوليو عندنا دي باركينغ، هنا غيوليو عندنا دي باركينغ هنا في الجنبات، وغيكون عندنا واحد الشارع اللي هو كبير هنا الوسط، شارع ثلاثي. ملي كنقولوا شارع ثلاثي يعني غيدير لنا ثلاثة السيارات ويجيب لنا ثلاثة السيارات. هنا كنشوفوا بناية الكبيرة ديال إدارة رجال الدرك الملكي، مجهودات كبيرة هنا بمدينة الصخيرات من أجل استتباب الأمن هنا في مجموعة من النقط. فتحية لرجال الدرك الملكي على المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها. هنا الأشغال ديال شارع الحسن الثاني، وكما كتشوفوا معنا هنايا كنشوفوا الإخوان خدامين في الوسط ديال الطريق، وكنشوفوا كذلك جي سي بي خلف الطريق في جنبات الطريق الموازية للطريق الرئيسية ديال شارع الحسن الثاني. كذلك هنا في الجنبات هاد الامور اللي كنشوفوها هنا في الجنب، حتى شي حاجه ما غادي تبقى، غير اللي عندنا دي باركينغ اللي كيدخلوا السيارات ديالهم في هذا الشكل، وجههم كيشوف جهه الديور. في نفس الوقت هنا الجهه الجنوبيه هنا في نفس الوقت كتشوفوا معنا ان الجزء اللي واقفه فيه السياره الحمراء، الجزء اللي واقفه فيه السياره الحمراء هو نفسه اللي كان فيه يعني داك الزليج اللي كانوا دايرين الجماعه في واحد الوقت، واللي تم الازاله ديالو وتضييق الممر اللي فيه النخل على اساس وعلى امل انه يتزاد واحد الممر ثالث خاص بالسيارات. عندنا طريق ثلاثيه، وفي نفس الوقت عندنا الطريق الموازيه، وغادي يكون عندنا دي باركينغ اللي دخلوا لنا هنا في الطيراس هنا في الجنبات. يعني غنشوفوا طريق عملاقه ان شاء الله. الاشغال كذلك هنا في الجنبات، تفاعل ايجابي ديال الساكنه هنا في الجنبات، الحمد لله اللي تفاعلوا بشكل اللي هو مهم، واللي الحمد لله شفنا العمليه ديال الهدم شملات بعض الاجزاء في بعض النقاط، من بينها الجماعه ديال تما ديال عفوا ديال الصخيرات، من بينها المركز الثقافي ديال الصخيرات. فالاشغال على قدم وساق هنا بمدينه الصخيرات. كنهضروا على شارع الحسن الثاني، كنهضروا على الاشغال اللي غتمشي حتى لبوزنيقه ان شاء الله، واللي غتمشي حتى لمدينه تماره. هنا المدار اللي كيهبط لنا الطريق السيار، وكذلك اللي كيهبط لنا الطريق الساحلي، ومن الخلف ديالهم اللي فكنشوفوا المشروع ديال ميموزا والبساتين والريف والرياحين والمنظر الجميل وباقي المشاريع. هنا الاخوان غتكون عندنا العمليه ديال الجارديناج، وغتكون عندنا اناره مميزه، شفنا السيد الوالي والمجهودات الكبيره اللي كيقوم بها التنسيق مع باقي الجهات. يعني كنشوفوا الحمد لله عمل كبير اللي كيدار في اغلب مدن عمالة صخيرات تمارة، عملية الحفر، عملية الهدم، تحرير الملك العمومي، توسعة ديال الطريق، انارة مميزة، امور كبيرة ان شاء الله جاية في الطريق. مدينة صخيرات اكبر المتفائلين. شو الاخوان الله يجازيكم بخير، ردوا البال في هذه اللقطات. يعني كاينه اشغال، ردوا البال الناس اللي عندهم الاشغال هنا، يحطوا تشوير بعيد على نقطه الاشغال، ماشي حتى يوقفوا عليهم الناس تما. شفنا الحادثه سير المروعه اللي وقعات في احدى المدن، يعني الله يجازيكم بخير، نامنوا المكان ديال الاشغال ونتوكلوا على الله. بحال ديك الطوموبيله اللي القدام نورمالمون تكون لور وتكون شاعله لومبان ويكون دايرين بها بلايك ولا شي حاجه، هي جات القدام وبنادم ما غيعرفها واش دايره لهنا ولا ما دايراش. يعني الله يجازيكم بخير، ردوا البال في الاشغال ديالنا باش الامور تمشي مزيان. اللي كنبغي ناكد عليه هو ان مدينه الصخيرات غادي تقول الكلمه ديالها في انتظار العمليه ديال الجارديناج، اللي غتكون عندنا دايزه واحد السميطه هنايا في جناب الديور اللي هنايا، والاناره غتكون زوينه، ومع النخل ومع الغرس غتكون الامور زوينه بزاف، وغيكون واحد الشارع هائل جدا، شارع مميز. فكنوهو بالمجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها الإخوان المسؤولين، وعلى رأسهم السيد الوالي اليعقوبي، أكيد هي تعليمات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل النهوض بمجموعة من المدن بمختلف ربوع المملكة.
فنتمنوا من الله الخير في الوقت اللي كنهضروا على الاشغال هنا في مدينه الصخيرات، في نفس الوقت كنشوفوها في تماره، في نفس الوقت كنشوفوها في عين عتيق، في عين عوده، في الدار البيضاء، في وجده، في كازا، في نقاط متفرقه. فالله يدير الخير يا ربي، والله ما يسير، والله يكمل كل شيء على خير. هنا عمليه حفر جديده كما كتوضح الصوره. اخوان خدامين، الخدمه في كل بلاصه. تحيه للساكنه صراحه اللي كتفاعل بشكل ايجابي. كنتمنى من الله نشوفوا محطه ديال الطاكسيات تليق بالمستوى ديال التطلعات. كنتمنى من الله اضافه حافلات خاصه ديال الشركه المكلفه بالنقل، على اساس الناس المساكن ما يبقاوش يعانيوا مع وسائل النقل. فانتم كتشوفوا معنا الامور هنا في زوايا مختلفه. هاد القوات سادو هنا عندنا ديال الشتاء، قريب ان شاء الله غنبداو نشوفوا الاعمده وضع الاعمده الكهربائيه. الاخوان هما سالاو هنا، الناس مساكن باقين كيديو ويجيبوا الرحيل ديالهم من بلاصه لبلاصه. اللهم يسر، الله يدير اللي فيها الخير، الله يدير اللي فيها الخير الاخوان، الله يدير اللي فيها الخير. الناس مساكن راهم ولينا سيناريو كنشوفوه ديال الجي سي بي في كل بلاصه، عمليه العدم كنشوفوا الرحيل كيتهز من بلاصه لبلاصه، هذا هو اللي كاين. اكيد الخير جاي لقدام، تطورات كبيره وتغييرات مهمه غيعرفها الشارع الحسن الثاني، فاللهم يسر يا رب. اكيد في نفس الوقت اللي كنشوفوا هذه الاشغال كنشوفوا توفير فرص الشغل. الشباب كنقول لكم اخوتي شمروا على كتافكم، والله ييسر لكم يا ربي، والله يرزقكم الحلال الطيب. هادشي اللي غنقول لكم، لان صراحه كنشوفوا مشاريع عملاقه جايه في الطريق. ما يمكنش بنادم ما يلقاش الخدمه، دابا يبدا باللي قسم الله، يبدا باللي قسم الله، وان شاء الله غيكون الخير. ربي راه اختار من بين الاسماء ديالو الرزاق، وحاشا ربي واش يخيب شي واحد، وراه حتى شي واحد الاخوان ما غيموت الا ما خداش الرزق ديالو اللي مكتب ليه الله. هذا هو اللي كاين. في انتظار ان شاء الله نشوفوا اخر تطورات ديال شارع الحسن الثاني. ف غادي نضربوا لكم موعد ان شاء الله في فيديوهات قادمه، وكنتمنوا من الله انه في مستقبل الايام من تصلح الطريق الشاحنات الثقيله يتخصص لها واحد الوقت ولا تغير لها المسار، لان ما يمكنش نهضروا على شاحنات اللي كتكون يعني ثقيله محمله ببعض الامور اللي هي ثقيله واللي كتاثر على الطريق، كتكرفس الطريق، تعرقل الحركه السير ومجموعه من الامور هنا في الطريق الوطني رقم واحد. فنتمنوا من الله الخير والتيسير، ونشوفوا امور اللي هي ايجابيه ولا تخصص لها واحد المسار خاص او ما شابه ذلك، يعني امور اللي ما تخسرش يعني السير العادي ديال الطريق. هذا هو اللي كاين، خصوصا بعض المرات بعض الشاحنات كتبقى لهم شي حاجه كيخويوها في الطريق في جنب الطريق، فهذه امور مرفوضه بالمره. الى هنا مشاهدينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.